السلام عليكم أخوتي، ومرحبا بكم عندي في القناة ديالي، وشكرا 20,000 مرة لأي متابع قرر الاشتراك في القناة ديالي. اليوم جيت باش نقدم لكم هذه الوصفة، جد سهلة كيف ديما. كنحتاجو فيه الفافل بيسكوي، المهم كنطحنوه حتى كيوليو معجن، وكنسرحوه فوق الكارطة صافي، وكنحكموه بيدينا حتى كيجي مقاد بحال هكا، بحال هاد الشكل، وكنقطعوه على شكل مربعات على صافي، وكنعمرو بالشوكولات. انا استعملت نوتيلا، المهم تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الشوكولات ماشي مشكل، تقدروا كاع ديروا طريفات صغار ديال الشوكولاته واخا قاسح ماشي مشكل. صافي كنديروا فوق النوازيت، تقدروا ديروا النوازيت لا القرقاع ولا اللوز ماشي مشكل، بحال بحال كي داكشي كيبقى على حسب الذوق ديالكم وداكشي اللي عندكم. صافي وكنسدوه بحال هكا، كندير كويرات على هذا الشكل هذا، وكنديروا فوقه العود. صافي كنشدوا الكرات ديالنا كنديرهم في الثلاجه حتى كيقصحوا مزيان، كنش ندوبوا الشوكولاته الابيض. صافي كنديروا كنغطسوا فيه الكويرات ديالنا، صافي كتغطس فيه الكويرات هادو. صافي من بعد راه كيقصحوا كاع، حتى كتحيدهم كتقدر ديروا مثلا في الثلاجه حتى يعاود يقصحوا مزيان. صافي راه كيجيو واعرين للدراري الصغار، كتبقى تقدر ديرو ديكوري بيهم مثلا الا درتي شي بوفيه ديال عيد الميلاد ولا شفتو. المهم راه ساهله في متناول الجميع، اي واحد يقدر يديرها. شكرا اخوتي على المتابعه، ونتشوفوا في الوصفه المقبله. شكرا وبالسلامه عليكم اخوتي.